لتفاصيل أكثر ومن إسطنبول ينضم إلينا مراسل غد علام صبيحات. بداية علام، لو تجمل لنا أبرز ما جاء على لسان وزير الخارجية التركي. نعم كوثر، أبرز ما تحدث به وزير الخارجية التركي مولود تشاوشولو هو أنه هناك مرحلة جديدة وعهد جديد قد بدأ في العلاقات بين تركيا ومصر. هذا كان واضحا جدا في تصريحه بحسب ما قال، واعتبر أو قال إنه يعني خلال المحادثات التي تمت بينه وبين وزير الخارجية المصري سامح شكري قبل أيام عبر الهاتف، تم التطرق إلى العلاقات الثنائية بشكل مفصل، وإنه رغم ذلك لم يتم الحديث في تلك المحادثات عن تعيين سفير تركي إلى القاهرة من جديد، ولكن هذا الأمر قال إنه تم التوافق على أن يتم بحثه في اجتماع لنواب وزراء الخارجية المصري والتركي في الفترة القادمة. قال إنه سيتم عقد اجتماع بين هؤلاء يعني نواب الوزراء وبين الجانب الدبلوماسي في البلدين في الفترة القادمة لبحث هذا الأمر، ولكنه لم يتم تحديد موعد محدد لهذه اللقاءات في الوقت الذي أعلن فيه أيضا أنه من الممكن في الفترة القادمة إجراء اجتماعات ولقاءات وزيارات متبادلة بين قوسين بين الجانبين التركي والمصري، وهذا تطور مهم على الأقل هنا في تركيا. طيب علام، كيف استقبلت مختلف الفئات في الداخل التركي، سواء يعني من مراقبين إلى المعارضة أيضا؟ هذا الأمر يعتبر تحول واضح في يعني في الموقف الرسمي التركي كوثر، وبالتالي الكل هنا يتفاعل مع مثل هذا الأمر، سواء الجهات الرسمية التركية أو المراقبين والصحفيين والكتاب أو حتى المعارضة السياسية في البلاد. نبدأ بالمعارضة السياسية. المعارضة في العادة هي تنتقد السياسات الخارجية المتبعة من الحكومة التركية والحزب الحاكم، لا سيما باتجاه دول مهمة في المنطقة في الإقليم مثل مصر على سبيل المثال، وهو الملف الذي تحدث عنه كبار وقادة المعارضة التركية في أوقات سابقة، قالوا أنه يجب أن يتم تحسين العلاقات مع مصر، وبالتالي هذا التطور هو مرحب به بشكل واضح من قبل المعارضة السياسية في البلاد، على اعتبار أنه أولاً يؤدي إلى تحسين العلاقات مع طرف مهم هو جمهورية مصر العربية، وثانيا هو يؤكد وجهة نظر المعارضة بأن السياسة الخارجية التي كانت متبعة في الفترات الماضية من قبل الحكومة التركية هي سياسة خاطئة، وبالتالي هذا يدعم موقف المعارضة التركية. بالمحصلة هناك ترقب ترقب في الداخل التركي لما سيتم من تطورات في هذا الإطار، أخذا بالاعتبار أن الكل في تركيا أو الغالبية العظمى على الأقل في تركيا معنية بتقارب بين البلدين ومعنية بتحسين العلاقات وعودتها إلى شكلها الطبيعي الذي كانت عليه قبل الأزمة الحالية. علام صبيحات مراسل غد، كنت معنا من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.